هذا بحث العلماء والفقهاء مسألة التداوي، وفيها أقوال. جماهير أهل العلم يقولون بأن التداوي سنة وليس بواجب، يقول سنة. ومن أهل العلم من قال بأنه مباح، قليل من قال بوجوب التداوي، قليل من قال. وبعض العلماء الذين لديهم طريقة الجمع بين الأقوال قالوا ينظر إلى حال المريض، فإذا كان ممن لديه توكل على الله عز وجل وثقة به سبحانه وتعالى عظيمة، ولا يؤثر هذا المرض على إيمانه، فيكون على السنية والإباحة. وأما إذا كان لا، ربما يجزع ويضجر، ربما يقول الشيء الذي يغضب الله عز وجل، يتعين عليه التداوي. وهذا طبعا يختلف باختلاف الناس وباختلاف فهم مسألة هذه الابتلاء.